ربنا يكرمك، ودي مش اول مره حبيب ربنا. ده في كذا حاله قبل كده عنده عند الحاج برضو الوالد هناك، والحمد لله ربنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته على كل متابعينا ومشاهدينا في العالم كله. احنا جانا اتصال من الحاج عبد النبي توفيق النجار، عنده شويه شغل في ريح السهم بتاعه، كان في شويه طوق كده بيلمهم، فهو جايب العمال وجايب الناس شغالين وبيظبطوا الدنيا وراه، لانه هو شايف التعبان كبير داخل شط الطوق. واحنا النهارده اهوت هنساله الاستاذ عبد النبي النجار ايه اللي حصل بالظبط وشفت ايه بالظبط. الكاميرا تجرب على الاستاذ عبد النبي. مرحبا استاذ عبد الحميد، ربنا ما يحرمناش منك يا رب، ويجعلك دايما كده عون للمسلمين عشان ربنا يكفيهم شر الضرر. واحنا شويه طوب بنعملوهم لقينا افعى كبيره طالعه من شويه جش ورا كده تبع جارنا اللي ورانا، فاتصلنا بالاستاذ عبد الحميد على طول، والراجل لبى الدعوه في اسرع وقت، وربنا يسهل حال ان شاء الله فيك. فدعواتكم معانا ان شاء الله باذن الله، وربنا يسترها معانا ان شاء الله باذن الله، وان شاء الله كله موجود في عالم الطبيعه، وربنا يسترها ان شاء الله باذن الله. خش دي بقى، ما اقول لك التعبان داخل هنا وحارسين المكان. تمام، ما هو تعبان ما عادش من هنا حاجه. خدها عايزين نجيب بس ايه؟ تعالى معايا طبعا. دي يا جماعه شويه الطوب اللي هو دخل هو تعبان. دي شويه الطوب اللي دخل فيهم التعبان، تمام؟ فدعواتكم معنا ان شاء الله بان ربنا يسترها معنا باذن الله. بس هو قاعد يعدي كده الطويل، هو عامله مشغله كبرى. سمره بحاله، مش سمره بقى اللون فاتح شويه. بعرض دماغه ده ما شفتش العر، هو ما عرفش دماغه ده، هو باصص لي كده وعايز يمشي. كبير والله، مش صغير قوي يعني، ولا هو كبير قوي. 15 كيلو. تعالى نجيب معاك غدا نعرفه ايه. بص لا مش هتعرفه ما شاء الله، هي تلاقوها لو انا. طب انت بصيت في الماسوره يا استاذ حميد؟ لسه هنبص في الماسوره. تعالى يا اخويا والله العظيم يا من يعمل في الكوب دي. هتبقى سريعة شوي، هتبقى سريعة خالص. لا شغلات لقينا، إذا بخبطت أنت. لا شغلات لقينا. الحاج محمود خبط هنا. جات مين؟ تعبان دي توقفتني على طول. لو مرجع بص الدور ده ما مشناش. لا اهي راسها اهي اهي شفتيه؟ بس بس يا مش فاكر بعيد. لقينا الكوبري يا جماعه فعلا على اخر الشك. هاتي بتاعي عشان ما تقولش شيء.
الكوبرا جمال غناها هي. يحطوا صحيح؟ قرب قرب قرب. الكوبرا يا جماعة قرب عليها يا وصلنا للكوبرا السامة المصرية يا جماعة الحمد لله بخير وسلام. الكوبرا دي كانت تعض العمال وهم بيشتغلوا عند الحاج عبد النبي النجار، والحمد لله احنا وصلنا في وقت مناسب. يطلع جوار ريح شوي شوي بس هي دي حاج عبد النبي؟ نعم هي ديت؟ اه هي ديت حاج عبد الحميد. قرب 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 يكرمك يا رب ويبارك لك حاج عبد الحميد. الحمد لله يا جماعه ان احنا الحمد لله بفضل الله وكرمه ان ربنا جعلنا سبب لانقاذ الناس الطيبه، وطبعا دايما كل فيديو بنختمه ونقوله ما فيش حد يقلدني ولا حد يعمل زي، وكل فيديو بنقوله ما حدش يقلدني ولا حد يعمل زيي، لان طبعا الكوبرا السام المصريه دهيت من الانواع الخطيره جدا. زي ما انتم شايفين ان التعبان ده كوبرا دهيت كانت في شويه الطوب ده همت ما تمام، وكانت هتخش البيت والحمد لله كله بفضل الله. واحنا ان شاء الله مش هنطوله مع التعبان ديت، لان هو كوبرا سامه مصريه خطره من اخطر التعابين في مصر، سماها عصبي ومناعي، واحنا طبعا الجو حار مش هينفع نعبس معاه كتير. هناخدها ونحطها في القماش عشان خاطر في تاني ناس عندها تعابين هنروح نطلعهم باذن الله. ربنا يبارك لك ويكرمك، ما احنا مش منك يا حاج حميد. الله يصلح حالك يا رب. هي عليها اهي حته عصا صغيره بقى ولا حاجه. العصايه فين اللي كانت معاك؟ العصايه فين؟ الحمد لله. بوصه منه. ماشي. هي بوصه منه. ايوه. باين عليك متعبي. تعطل خلاص. يلا يا حبيبي. عصافير اهي يا كان معاك عصاير احمد عندك حاج عندك في الجنة قدام كوبرا طولها متر وعشرين سنتي، والحمد لله جينا في وقت المناسب ان طبعا ان التعابين دهيت مش عايزه نتهزر معاها ولا نتعامل معاها، لان لها نياب. شايفين النياب يا جماعه عامل ازاي؟ لو ال لا ماشي ماشي جاي. لا عاوز والله بس ندعي لك ان ربنا يكرمك، ودي مش اول مره حبيب ربنا. ده في كذا حاله قبل كده عنده عند الحاج برضه الوالد هناك، والحمد لله ربنا كرمنا والاستاذ عبد الحميد ده انا خال عياله ولا جد عياله كمان. انا شرف كبير لينا عبد النبي كويس. عايز امسك دلع بس ثانيه اصورك مع اصورك دلها اصورك مره ثانيه. خلي القلب بعيد يا محمود، خليكم بعيد يا رجال. يلا عشان امسك كلا دلع بس ما تصبروش حصروا. امسك ما تخافش ما تخافش ما تخافش امسك ما تخافش ما تشجعوش الولد يمسك حاجه خافش بس شفت اللي ده بس بس يلا احنا بقى في نهايه الفيديو في نهايه الفيديو ان شاء الله باذن الله ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلك كل جديدني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل خدمه الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.